اعتاد قرباط سوريا على الترحال والتنقل، فهذه حياتهم على مر الزمان، إلا أن رحلتهم الأخيرة والتي هجروا فيها إلى الشمال السوري كانت الأصعب. وبالرغم من أنهم يسكنون الخيام، إلا أنهم لا يتلقون المساعدات من المنظمات الإنسانية بسبب بعدهم عن المخيمات المنظمة، بحسب ما قالته أم جابر أحد النساء القرباطيات اللواتي هجرتهن سلطة الأسد للشمال السوري. بعدين نحن يعني من يوم نزحنا من حماة جينا لهون، أوضعنا صعبة أمورنا، وجينا على هاي المخيم ما فيها لا دعم ولا شيء، وما حدا معترف علينا، ميتنا قليلة، وكل شيء يعني هون أمورنا كتير سيئة، ما عنا شيء غير رحمة الله. ينقسم القرباط على أربعة مجموعات، هم البركي والزلط والنور والغربتي، وهم القرباط الأصليين والذين يعودون لقبيلة بني مرة، يمارسون مهنا عديدة أهمها صناعة السكاكين بالحدادة العربية. سنتعرف على مراحل صناعتها. أنا بروح على هالقصابين بلمها لقرون وبجيبون، بقص القرن بحطه على النار بيصير طري، بنجره بسوي انصاب أو مسك للسيخ. برد بروح على الصناعة بجيب شفرات بولاد مثلا، راسول باب جرار، مقص سيارة، مبرات سبلة، بدقه بحفه يدوي، شغلنا يدوي، بزبطه بسقي بمي وصابون مثلا لا يرجع مبولد مثل قبل، وبنزله على الأسواق ببيع بالسوق، بسوق الغنم بالأسواق. هذا مصلحتي أنا. يبدع القرباط في صناعة الأسنان ومعالجتها، فبعد أن كانوا مختصين بصناعة أسنان الذهب والتي كانت تستخدم للزينة للرجال والنساء، أصبحوا يعملون على المعالجات السنية، فهم يجيدون كل شيء فيها، وأسعارهم قد تصل في أحسن الأحوال لنصف القيمة التي يضعها الأطباء المختصين. كنا قبل نركب الأسنان الذهب كغوة كان موضة درجي، هلأ كنا ما ذلك نركب الأسنان، بس بقى صار طلبة قليل ما ضل الموضة، رجعنا التعويضات السنية، صورة بدلات ومن الأمور هاي، هاي وراثة نتعلم من صغر المصلحة هاي، جيل من جيل بيتوارثها، وعملنا عملنا متقن بإذن الله، معروفين يعني هون. أثرت الحرب بشكل سلبي على قبائل القرباط في سوريا، وبالرغم من تأثيرها لا يزالون متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم، فهم يمارسون مهنة الأجداد كما يقولون. سعيد السعيد، حلب اليوم، ريف إدلب الشمالي.